يا هلا فويس، الصوت العربي في أمريكا. راديو يا هلا فويس يقدم الشيخ حسن علي حتى نلتقي. والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا جلست إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي، ولا ذكرتك محزونا ولا فرحا إلا وأنت بقلبي بين وسواسي، ولا هممت بشرب الماء من عطش إلا رأيت خيالا منك في الكاس. صلى الله عليك يا حبيبي يا رسول الله. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. قلب بالحق تعلق وبغارح راء تألق، يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق. اقرأ اقرأ يا محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. يا طيبة جئت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى من صلى عليه إلى يوم الدين، اللهم آمين. إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات في مشارق الأرض ومغاربها، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حتى نلتقي. نذكركم بداية بأنه يمكنكم المشاركة معنا على الهواء مباشرة عن طريق الاتصال بنا على هاتف رقم 708-321-1313 extension 1. رقم الهاتف مرة أخرى 708-321-1313 extension 1، أو عن طريق صفحتنا على فيسبوك أو عن طريق موقعنا على الإنترنت. إخواني وأخواتي، كما تعودنا فالحديث دائما موصول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن هديه صلى الله عليه وسلم في تعامله مع نفسه ومع زوجاته ومع أولاده وبناته ومع إخوانه وأخواته ومع أمته ومع أعدائه، مع الحيوان، مع الإنسان، مع الأرض، مع السماء. كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان نبراسا تطبيقا عمليا لكلام الله عز وجل ولوحيه سبحانه وتعالى، كما قالت السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها: كان قرآنا يمشي على الأرض. إخواني وأخواتي، يعني في يوم الجمعة الماضية تقريبا، يوم 22 من شهر إبريل من كل عام، يتم الاحتفال عالميا بذكرى يوم الأرض. ذكرى يوم الأرض هو يوم يحتفل به الناس ويتحدثون فيه عن يعني احترام البيئة والحفاظ عليها وعلى خضارها وعلى جمالها، وعلى يعني عدم الإسراف والتبذير في يعني ثرواتها وخيراتها. ويعني بعض الجمعيات والمنظمات تبذل قصارى جهدها في توعية الناس بذلك اليوم وبأهميته. في الحقيقة إخواني وأخواتي، الحديث عن هذا الموضوع
ربما في يعني من الوهلة الأولى يظن الناس خصوصا المسلمين أنه يعني ما علاقة الإسلام بهذه الأمور وبيوم الأرض. وأنا كنت اجتمعت في من حوالي أسبوعين مع بعض القساوسة ورجال الدين من الديانات الأخرى، ومما لفت انتباهي كتاب كان أحدهم يعني يشارك الآخرين فيه، وهذا الكتاب يعني عنوان الكتاب لفت انتباهي، وعنوان الكتاب كان The Green Bible أو يعني الكتاب المقدس الأخضر. المؤلف حاول أنه يجمع الآيات التي في الكتاب المقدس التي تتحدث عن الأرض وتتحدث عن النبات وتتحدث عن احترام يعني النعم وعلى عدم إهدارها وعلى الماء وعلى التربة وكل هذه الأمور. في الحقيقة تبادر إلى ذهني ماذا لو يعني قررت أن أصنع كتابا مشابها وأطلق عليه القرآن الأخضر مثلا، لكن وجدت يعني بعد تفكير لفترة قليلة إنه القرآن الكريم تقريبا شبه يعني كامل هو كتاب أخضر، لا تكاد تجد صفحة من صفحات القرآن الكريم، لا تكاد تجد سورة من سور القرآن الكريم، لا تكاد تجد يعني مثال من أمثلة القرآن الكريم التي ضربها الله سبحانه وتعالى خالية من ذكر الأرض. يعني الأرض ذكرت في القرآن الكريم أكثر من 350 مرة، والماء ذكر يعني مئات المرات أيضا، والسماء ذكرت مئات المرات، لا تكاد تجد آية في القرآن الكريم وصفحة في القرآن الكريم وصورة في القرآن الكريم وجزء في القرآن الكريم لا يتحدث عن أهمية الأرض وعن أهمية الماء كمنبع للحياة وعن أهمية أن يحافظ الإنسان على نعم الله وأن يشكره عليها. يعني القرآن الكريم منذ أكثر من 1400 عام يعني نادى البشرية بالحفاظ على هذه الأرض. الحقيقة الفلسفة هنا التي أريد أن يعني أشارككم فيها أن الإنسان دائما يحرص على أن يترك شيئا لأولاده وبناته في المستقبل. دائما الإنسان يعني بيسعى وبيجتهد وبيتعب في حياته، وتسأله يعني لماذا، فيقول يعني أريد أن أؤمن مستقبل أولادي، أريد أن أترك لهم شيئا يعني ينعمون به بعد وفاتي. وهذا لا شيء فيه، يعني الحمد لله هذا شيء جيد إذا كان الإنسان طبعا يعني يتحرى الحلال ولا يسرف في يعني طلب الدنيا، لا شيء في ذلك إن شاء الله. لكن الأهم إنه إحنا حريصين أن نترك لأولادنا بيوتا يسكنون فيها وسيارات يستخدمونها وبعض الأموال التي ينفقونها، لكننا ننسى أو نتناسى إنه من أهم الأشياء التي في تركتنا هي هذه الأرض التي نعيش عليها، هذه الأرض التي نعيش عليها والتي ننعم بمقدراتها هي أيضا من تركتنا التي يجب أن نتركها يعني بخير حال. وإلا فلو أهدرنا هذه الأرض ويعني أضررنا بها لن ينعم بها أولادنا وأحفادنا وأولاد أحفادنا وغيرهم وغيرهم. الموضوع باختصار يتعلق بعلاقة الإنسان المسلم المؤمن بالأرض. لما نجد أن القرآن الكريم في بداية الأمر لما ذكرنا الله سبحانه وتعالى عن خلق آدم وكيف أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم، قبل أن يخلق آدم لو رجعنا كده في سورة البقرة الله سبحانه وتعالى يقول إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني علم في علمه وقدر في كتابه إنه آدم سوف يسكن الأرض، وهذا واضح لأنه هو قبل أن يخلق آدم أصلا قال الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى خلق الأرض وأعد الأرض ومهد الأرض، وذلك آيات كثيرة في القرآن الكريم لم نجعل الأرض مهادا في تمهيد للأرض إنه الأرض صالحة للحياة. ونحن نجد الآن طبعا كثير من الكواكب التي تحيط بنا ويعني مئات وآلاف وملايين وبلايين الكواكب التي يعني لا تصلح للحياة، ربما يوجد فيها شيء يصلح للحياة إحنا لا يوجد عندنا دليل على ذلك يعني ينفيه أو يثبته، ولكن في غالب الأمر خصوصا يعني كواكب المجموعة الشمسية التي نحيا فيها لا توجد أي مظاهر حياة، لأنه باختصار ربنا سبحانه وتعالى لم يهيئ هذه الكواكب لكي تكون فيها حياة.
لكن ربنا سبحانه وتعالى خلق الأرض وأعدها قبل أن يخلق آدم لكي تكون مكانا لآدم. ولذلك بعض الناس يظن مثلا أن الأرض والله هي شيء غير طيب وغير طاهر وإن هي عقاب لآدم، لأنه آدم أخرج من الجنة وأسكن الأرض، فكأنه يعني أخرج من الجنة وأرسل إلى أرض العقاب وإلى أرض. هذا خاطئ. الأرض هذه طيبة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث أنه وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهور. المسلم بيتعامل مع الأرض إنها مسجد كبير، والمسجد هو أحب بقاع الله إلى الله. المسجد هو المكان الذي يأنس فيه الإنسان بذكر مولاه. المسجد هو المكان الذي يحدث فيه اتصال بين العبد وبين الرب. المسجد هو المكان الذي ما إن تدخله حتى تشعر بطمأنينة وبسكينة ويلهج لسانك بذكر الله وبالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسجد هو مكان طاهر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهور. الإنسان إذا لم يجد ماء لكي يغتسل أو لكي يتوضأ ماذا يصنع؟ يتيمم من الأرض، من الصعيد الطاهر، من التراب، من الرمل، من الحجر. وهذا أكبر دليل على أن هذه الأرض أرض طيبة. هذه الأرض التي خلقها الله عز وجل هي أرض طيبة، وليس هذا فحسب. يعني في بعض الروايات وإن كانت لا ترقى إلى درجة الصحة، في بعضها ضعيف، إنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال إنه الأرض أمكم الأرض، هذه الأرض هي أمنا. وطبعا وإن كانت الرواية لا تصح أو لا ترقى إلى درجة الصحة، لكن معناها ربما كان صحيحا، لأنه في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى أخبرنا إنه نحن خلقنا من الأرض، فنحن أساسا جئنا من الأرض، كأنها الأرض هذه هي أمنا التي جئنا منها وولدنا منها. ليس هذا فحسب، علاقتنا بالأرض ليست علاقة الأم بالابن، فقد تلد الأم ابنها ثم يكبر ويعني يتركها سبحان الله أو تتركه، لكن الأرض حتى بعد الولادة، بعد أن نخلق خلقنا منها، نسير عليها ونمشي عليها ونسعى فيها ونأكل من خيراتها وننعم في بين جنباتها، ثم إذا قضى الله سبحانه وتعالى علينا الموت ماذا نصنع أو ماذا يصنع بنا؟ ندفن في الأرض مرة أخرى. ولذلك الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. علاقة كبيرة جدا قبل الحياة وأثناء الحياة وحتى بعد الممات. لذلك علاقة المسلم بالأرض علاقة الابن بالأم، علاقة الابن بالأم هي علاقة حميمية، علاقة فيها مشاعر وفيها احترام. ولذلك بماذا أوصانا الله سبحانه وتعالى وبماذا أوصانا الرسول صلى الله عليه وسلم بالأم؟ أوصانا الله باحترام الأم وبحب الأم وبالحفاظ على الأم وبيعني ود الأم وبعدم عقوقها أو الإساءة إليها. لذلك الأمر يكون كثيرا متشابه حينما يعني نؤكد على أن الإنسان المسلم يجب عليه أن يهتم بالبيئة المحيطة به، يهتم يعني استمرارية هذه الأرض في الإنتاج وفي الخضار وفي الحياة، يهتم بأن يترك يعني ميراثا له بعد موته بيئة جميلة يعني نظيفة خصبة تصلح للحياة لأجيال وأجيال وأجيال. ولذلك هذا من العبادة، هذا من عبادة الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقول في سورة الأعراف إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. بك خير الخلق كلهم يا ربي صلي علي يا ربي صلي علي يا ربي صلي علي صلوات الله علي. الله الله تبارك يا رسول الله، تبارك يا رسول الله، all the poetry ever written, every verse and every line, all the love songs in the world and every melody and rhyme, if they were combined they would still be unable to express. الإسلام نهى عن الإضرار بالبيئة وبالأرض وأمر بالمحافظة عليها. من الأمور التي نهى الله عز وجل عنها لحفظ البيئة الإفساد في الأرض عموما. كلمة إفساد مش معناها فقط والله يعني واحد رئيس أو زعيم أو في شركة ما أنه يفسد أو يختلس ماله. الإفساد هي كلمة عامة لكل ما تحتويه هذه المعنى من يعني من معاني، هذه الكلمة من معاني. والله سبحانه وتعالى قال في سورة الأعراف ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها.
أي نوع من الإفساد. والقرآن الكريم موضح في سورة البقرة إنه ذم هؤلاء الذين يفسدون في الأرض، قال وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. آيات قوية وعظيمة، إنه هذا المفسد وهؤلاء المفسدون لما يتولوا يسعون في الأرض الفساد، ليس فقط يعني فسادا من جهة العباد، وإنما فساد أيضا للأرض التي يحيون عليها. يعني مثلا أرض طيبة خصبة فيها يعني نبات وفيها كذا، يفسدونها، يفسدونها بالقمامة، يفسدونها يعني أن يميتوا هذه الأرض، بأن يبنوا عليها، بأن يعدموها. نهر للماء جميل يفسدونه بأن يلوثونه. بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يبول الإنسان في الماء الراكد، أو أن يعني يبول في ظل الناس، في ظل الشجرة. هذه آداب الإسلام. تخيل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إنه كثير من مجتمعاتنا، خصوصا لما يكون عندنا بعض المياه، لا نأبه بأن نلقي القمامة والقاذورات في المياه وكذا، لا نأبه بذلك. وهذا حرام، هذا حرام بنص القرآن الكريم. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. القاعدة الشرعية من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا ضرر ولا ضرار. يعني لا 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 يمكن أن يكون هناك ضرر ابتداء ولا ضرر في مقابلة ضرر حتى. فالإنسان لابد أنه يكون مصلح. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في صحيح البخاري، ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. سبحان الله. أي غرس الإنسان يغرسه، شجرة يعني صغيرة يغرسها الإنسان، زرع يزرعه الإنسان، حتى أن تترك بعض البذور، بعض حبات القمح أو حبات الذرة، بعض هذه البذور خارج البيت حتى تأكل منها العصافير وتأكل منها بعض الطيور. سبحان الله. هذا كله فيه صدقة، لك به صدقة. إذا أكل منها إنسان فلك بها صدقة، إذا أكل منه طير فلك به صدقة، إذا أكلت منه بهيمة أعزكم الله فلك به صدقة. هذا هو دين الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أيضا أنه في كل ذات كبد رتبة أجرة. الإنسان لما يسقي حتى الحيوان أعزكم الله. لذلك إحنا عندنا في الرواية أنه امرأة بغي من بني إسرائيل رأت كلبا، يعني كان كلب عطشان، فسقت له، جاءت بالماء وسقت هذا الكلب، فشكر الله لها فدخلت بذلك الجنة. الله أكبر. امرأة يعني بغي معناها أنه امرأة يعني قضت معظم حياتها في معصية الله سبحانه وتعالى، ثم ها هي يحن قلبها رحمة وشفقة بمخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، كلب عزكم الله، يلهث في الصحراء عطشان وهو لا يملك من أمره شيء، لكنها يعني رقت له وأشفقت عليه، فيعني حملت بعض الماء من البئر وسقته رفقا به. فماذا كان من الله سبحانه وتعالى إلا أن غفر لها وأدخلها بذلك الجنة. وعلى النقيض، هذه المرأة التي دخلت النار في هرة، في قطة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من حشاش الأرض أو من خشاش الأرض. يعني حبست بهيمة يعني عجماء لا تستطيع أن تعرب عن نفسها، ضعيفة، حبستها، لم تقدم لها طعاما تقتاد به لأنها مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، أو تتركها تأكل من خشاش الأرض. لذلك هناك آيات كثيرة وأحاديث كثيرة تتحدث عن هذا الأمر، والقرآن مليء بالآيات والسنة مليئة بالأحاديث. دائما القرآن يبين أنه فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ونحن نلاحظ هذه الظاهرة الفريدة العجيبة التي تدل على قدرة القادر وصنعة الصانع سبحانه وتعالى، أنه بعد شهور عجاف من الثلوج والبرد سبحان الله، تأتي الشمس وتأتي بعض الأمطار، ثم تزدهر الأرض مرة أخرى وتخضر مرة أخرى. وبعد أن كانت الأشجار يعني لا شجر، لا ورق عليها ولا خضار فيها، خاوية على عروشها، تزدهر وتنفتح وتنبت بإذن الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى هو القادر على خلق الأشياء وإعادة خلقها مرة أخرى. لذلك الإسلام يعني أعطى أهمية كبيرة للأرض ولاحترام الأرض وللحفاظ على الأرض. الإسلام أيضا نهى عن الإسراف والتبذير. الإسراف والتبذير في الطعام والشراب
هذا يعني منهي عنه بنص القرآن الكريم. رب سبحانه وتعالى قال ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. المبذرين كانوا إخوان الشياطين، يعني هذا يعني سبحان الله تعبير شديد، إنه الذي يبذر وينفق الشيء في غير موضعه هو يعني مشابه للشيطان، وكأنه أخ للشيطان، لأن الشيطان يعني هو هذه من أخلاقه وهذه من صفاته. الحقيقة المريرة إن إحنا كمسلمين وغيرنا طبعا، ليس فقط مسلمين، يعني إحنا في أمريكا عموما في إحصاءات معتمدة تقول إنه في أمريكا 40% من الطعام والشراب اللي يعني مفروض إنه هو معد لاستهلاك المواطن الأمريكي يفقد قبل أن يستهلكه الإنسان. يعني إحنا we are wasting يعني 40% of our food and drink. كل سنة بنفقد 40% من الطعام الصالح للأكل والشراب الصالح للشرب قبل أن نتناوله في أمريكا. 40%، تخيل معي هذه النسبة الكبيرة. إنه سبحان الله، لو إنسان يعني اشترى $100 طعام لا يأكل إلا $60 فقط، طبعا إذا أكل $60. وهذه ظاهرة ملاحظة، وإحنا عارفين الكلام ده خصوصا عند العرب، ربما عند بعض الناس في اللي هم يعني ربوا أو نشأوا في المجتمعات الغربية هذا الشيء ليس عندهم. إحنا عندنا العرب في شوية جينات لكرم الكرم الحاتمي، إنه والله أنا لابد إن لما يأتي إلي إنسان أكرمه. لكن حاتم الطائي ما روي عنه أبدا إنه كان مسرف أو مبذر، أو كان مثلا يأتيه واحد فيذبح له مثلا 10 خراف مثلا، لا ما كانش فيه الكلام ده. لكن إحنا المشكلة إن إحنا لما بنعمل عزومة أو بنزور حد بنجد إنه يعني ملأ الدنيا بما لذ وطاب، طعام كثير جدا أكثر من يعني من اللازم. وماذا يحدث لهذا الطعام بعد ذلك؟ معظم هذا الطعام يلقى في القمامة أعزكم الله. طيب ربنا سبحانه وتعالى سوف يسألنا عن ذلك، ربنا سبحانه وتعالى سوف يسألنا عن ذلك. والله ليس من يعني في فرق كبير بين الكرم وبين الإسراف وبين التبذير، فرق كبير. إن الإنسان يكرم ضيفه ويعد له يعني ما عنده، وبين أن يكون الشيء يعني فيه يعني مجاوزة للحد. دائما الله سبحانه وتعالى يريد منا الوسطية، نحن أمة وسطا، أمة الوسطية. ولذلك كلوا واشربوا ولا تسرفوا، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا يحب المسرفين في كل شيء. الإسراف في كل شيء هو منبوذ. بعض الناس تجدهم مثلا خصوصا في مطاعم الأوبن بوفيه يعني يذهبون وتلاقي الواحد يعني يضع في خلاص هو دفع مرة واحدة فيعني الأمور تمام ما فيش مشكلة، فتلاقيه هو جوعان فيضع طعام كثير جدا في الطبق ثم يلقي معظم هذا الطعام. طيب يا أخي حرام، هذا حرام. يعني ليس معنى أنك دفعت ثمن لهذا الأكل أنه يعني خلاص أصبح ملكك، هذا حرام. في بعض الدول، دول شرق آسيا المتحضرة يعني، قرأت أنه في بعض هذه المطاعم يحاسبونك، يعني يأخذون منك غرامة إذا تركت في طبقك شيء. يعني إذا خدت طعام في الطبق أكثر من اللازم وتركته يعني يسألونك أن تدفع ثمن هذا الطعام. ليه؟ لأنه بيقولوا لك أنت كده بتهدر الموارد، إن هذا الطعام كان هيأكله واحد تاني، واحد يعني غيرك لو أنك تركته، لكن حيث أن أنت يعني خدته وحطيته في الطبق فلن يأكله أحد غيرك. كتير من المطاعم في الغرب وهنا في أمريكا، كتير من المطاعم بتأتي بالليل خلاص يعني تغلق، ومثلا لو أنها صنعت بعض الفطائر أو بعد كذا تلقيها في القمامة. يعني طعام مهدر كثير جدا نحن نهدره ولا ندري أنه يوميا يموت المئات والآلاف من الجوع. يوميا هناك الآلاف من الناس والملايين من البشر، أطفال صغار وكبار، نساء وشيوخ، يموتون لأنهم لا يجدون طعاما كافيا لهم لكي يعيشوا به. دائما كان في مثل زمان يقولوا محدش بيبات من غير عشاء. لا، هناك من يبيت بدون عشاء، هناك من يموت جوعا.
ونحن الآن في عصر الإنترنت وفي عصر الاتصالات نرى صورا ونرى مناظر. حتى إخواننا في المخيمات، في المخيمات الفلسطينية، في المخيمات السورية، نجد كيف أن الأطفال ربما لا يجدون طعاما طول اليوم إلا والله يعني قطعة من البطاطا أو كسرة من الخبز في هذا الوقت، في هذا العام، في 2016، في الوقت الذي يعني تلقى فيه في القمامة أطعمة ويعني فواكه ربما تطعم كل جوع العالم. هذا شيء محرم في دين الإسلام، هذا مخالف للفطرة أولا ومحرم في دين الإسلام، أن يسرف الإنسان فيما أعطاه الله عز وجل، ويعني يوشك الإنسان أن يصنع ذلك ولا يعني يشكر نعمة الله عز وجل عليه حتى يأخذها الله عز وجل منه ويحولها إلى غيره. ألقاكم بعد هذا الفاصل القصير، فابقوا معنا. ومعي بذلك شاهد ودليل، أما الدليل محمدا، أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع اطلب بطاعته رضاه، اطلب بطاعته رضاه، فإنه Ashana Banquet, well known for their beautiful rooms, superior service, and great food. For all your special occasions, call Ashana Banquets. We will take care of your wedding, engagement, henna parties, bridal shower, baby shower, or corporate events. Reserve today at 630-964-7090. 630-964-7090. Ashana Banquets has easy parking and seats up to 900 guests comfortably. اتصل على Ashana Banquets واحجز لجميع مناسباتك. 1620 75th Street in Downers Grove, Illinois. Mankaris Chrysler Jeep Dodge and Ram. أحسن شيء إنه عنده برنامج خاص للعرب والمسلمين بدون فوائد.
آها يعني 0% فوائد. هذا غير إنهم بيحكوا عربي وعندهم جميع أنواع السيارات جديد ومستعمل. مانكريز في أوكلان على استعداد إنهم يوفروا لك التقسيط حتى إذا أنت جاي من البلاد جديد ولسه ما عندك كريدت أو إذا في عندك مشاكل بالكريدت هم بيعملوا كل جهدهم ليحلوها. هذا غير العروض الخاصة لمستمعين يا هلا فويس. إذا حبيت سيارة خذها لفة وجربها وبعطوك $25 كارد حتى لو ما بدك تشتريها. مانكريز 4630 West 95th Street in Oakland, Illinois 888-631-9187. الرقم مرة تانية 888-631-9187. Hi, I'm Frank Mancari. I will be at the dealership every day to guarantee you will pay what we pay and you will drive home today. Risha Printing is the best spot for all your printing needs. We specialize in graphic design, banners, channel letters, lighted box signs. Everything from business cards and wedding invitations to t-shirts and car wraps can all be found at Risha. We would like to announce our collaboration with Pristine Line Media Productions, who will provide audio and video services for all occasions, such as weddings, special events, and commercials. Visit our showroom in Bridgeview. Call us at 708-233-6688 to place an order or speak with a Pristine Line representative to learn more about our wedding video packages. For more information, visit trishaprinting.com and pristineline.com. I will earn my degree. I will persevere. I will be unstoppable. What will you do? Come to Moraine Valley Community College and we'll help you fill in the blank. Moraine Valley is located in Palos Hills, Illinois. Get hands-on training to prepare for today's hottest jobs or earn the first 2 years of your bachelor's degree. Convenient class times and affordable tuition let you reach your personal and professional goals on your schedule and within your budget. Register now at morainevalley.edu and so you can say, I will achieve my goals. I will achieve my goals. I will achieve my goals. حلويات نابلس. جميع أنواع الحلويات العربية. نافع، حلاوة جبن، مدلوقة، ليالي لبنان، عش سرايا، حلبة، عوامة، غريبة، هريسة، بقلاوة. حكيت كنافة؟ طبعاً كنافة. ومش بس هيك، لا، في حلويات نابلس منجيب الجبنة النابلسية من البلاد كل 45 يوم، وعجينة الكنافة بنعملها هون، مش بس بنشتريها جاهزة زي المحلات التانية. حلويات نابلس بإدارة أبو رامي والطبخ الشيف السوري محمد زياد على استعداد إنهم يعملوا الكنافة قدامك في بيتك أو في أي مكان بتختاره لمناسباتك السعيدة. حلويات نابلس، هارلم أند 83rd في بريدجفيو. Order online today at nablessweet.com. For second day delivery, we have sugar-free sweets. حلويات نابلس، تعال ذوق طعم البلاد. يا هلا فويس، الصوت العربي الحر. من رحيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني وأخواتي مجددا في برنامجكم حتى نلتقي. كنا قبل الفاصل نتحدث عن مسألة الاحتفال بيوم الأرض وبالحفاظ على البيئة في الإسلام، وكيف يعني كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم عدم الإسراف أو التبذير، وكيف إنه يعني هذا الشيء من إسراف وتبذير هو مذموم في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المشرفة. القرآن الكريم وضح لنا والسنة النبوية إنه الإنسان في طعامه وفي شرابه لابد أن يكون مقتصدا، وإنه يعني الإسراف في الطعام والشراب يسيء بالإنسان جسمانيا ويسيء أيضا يعني الموارد التي يستهلكها الإنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، لقيمات يقمن صلبه، شيء يعني يستطيع الإنسان أن يتقوت به. وكمالة الحديث فإن كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. الإنسان لابد أنه يعني يجعل شيء من الوسطية ومن الموازنة بين طعامه وبين شرابه وبين تنفسه. بعض الأوقات سبحان الله يعني وكلنا هذا الرجل يعني إلا ما رحم الله نأكل 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 حتى الإنسان لا يعني لا يجد منفذا للنفس، تجد الواحد مش قادر ياخذ نفسه سبحان الله من كثرة الطعام، خصوصا في مجتمعاتنا وفي بلادنا الطعام الحمد لله متوفر بكثرة، لكن الإنسان لابد أنه يكون حكيم على نفسه وأنه يكون مقتصد يعني وبصير بأموره. وإلا سبحان الله يعني في ناس بتموت من كثرة الأكل والشرب والتخمة، ويموت ناس آخرون سبحان الله من قلة الأكل والشرب ويعني الطعام والشراب. لابد أن يكون في إن شاء الله يعني اتزان وميزان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع، وهذه فائدة طبية عظيمة جدا يعني تحدث عنها أطباء كثر وعلماء وفلاسفة من المسلمين ومن غير المسلمين، إن الإنسان لا يأكل طعاما على طعام، يعني الإنسان لا يأكل يعني من أجل الأكل، كأنه يعني سبحان الله في بعض الأحيان المتعة الوحيدة اللي عند الإنسان ربما تكون يعني حلال في بعض المجتمعات هي الطعام، فلو خرج مثلا يعني بزوجته خارج البيت أو خرج مع أصدقائه أين يذهب؟ مكان حلال يذهب إلى مطعم، فحينما يذهب إلى مطعم يأكل، فالإنسان يأكل يعني بسبب وبغير سبب، والطعام شهي وجميل ومتوفر والإنسان يأكل ويأكل ويأكل، وهذا يضر بالإنسان بصحته ويضر أيضا بالبيئة وبالأرض، لأننا نأكل طعاما ويعني نستهلك مواردا ربما لو حفظت لبعض الأشخاص سواء في المستقبل أو حتى الآن ربما لحافظت يعني حياتهم ولعاشوا حياة كريمة ولعشنا أيضا حياة كريمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، فالإنسان لا يأكل وهو شبعان، يأكل فقط وهو جوعان، يأكل على جوع، وهنا يستشعر الإنسان لذة الطعام ولذة الشراب. حينما يشرب الإنسان الماء على عطش أو يأكل طعامه على جوع يشعر فعلا بلذته. سبحان الله في مرة أذكر موقفا وأنا طفل، يعني كان في نوع معين من الطعام كنت لا أحبه، لا أحب أن أكله يعني. طبعا الآن الحمد لله أنا أكل أي شيء، يعني ما الإنسان تعود ورأى أيام يعني إنه الطعام حينما يوجد يعني لابد أن يحمد ولابد أن يشكر ولابد أن يؤكل سبحان الله. فكنت لا أكل هذا النوع من الطعام، وشأني شأن كثير من الأطفال يعني ربما سبحان الله لا نستشعر المسؤولية، يعني عندنا بعض الدلال على أمهاتنا وآبائنا، فكنت لا أكله. فجئت مرة من المدرسة يعني جائع جدا، فقلت أين الطعام؟ قالوا يعني الأكل موجود هنا، فوجدت هذا الصنف من الطعام الذي لم أكن أحبه ولا أحب أن أكله يعني. فيعني اغتظت جدا وغضبت جدا، يعني انه كيف انه يعني انا جوعان جدا والان الطعام يعني انا لا اكل هذا الطعام. فكانت امي يعني بحكمتها طبعا يعني لم يعني تطاوعني في اني والله في طعام اخر، ولكن قالت هذا الموجود كل مش عاجبك يعني زي ما بنقول كده اخبط راسك في الحيط. فانا كنت جوعان جدا فاكلت، ولما اكلت صراحه يعني وجدت انه الطعام لذيذ وشهي،
يعني أنا ما كنتش يعني، وهذه حالة نفسية للإنسان. بعض الناس لا يأكل طعام معين، هو في الحقيقة لو ربما لو جربه هو ويعني وبدأ في أكله ربما أحبه، فأحببت هذا الطعام وأكلت وأكلت وأكلت، وسبحان الله أصبح هذا الصنف من الطعام من الأصناف المحببة إلي حتى الآن. وأذكر دائما هذا الموقف، وأذكر أنه كيف أن الإنسان الجائع يأكل أي شيء، الإنسان الجائع يأكل أي شيء، لكن الإنسان اللي هو، ولذلك أولادنا ليه يقولوا لا مش عايز أكل ده أو عايز أكل دي أو عايز أكل ده، لأن هم ليسوا ما جربوا الجوع. لو أنهم جربوا الجوع قليلا لأكلوا أي شيء يجدونه أمامهم من الطعام الطيب الذي جعله الله عز وجل لنا في هذه الحياة. لذلك نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، حتى نستشعر يعني حلاوة النعمة وطعم الأكلة. وأيضا هذا صحي، هذا في الصحة هذا شيء جميل وهذا شيء رائع، وهذا شيء يعني يحافظ على صحة الإنسان وعلى جسده ألا يأكل الطعام على الطعام. طيب وإذا أكلنا لا نشبع، يعني إذا أكل الإنسان المسلم لا يأكل حتى يمتلئ ويعني لا يستطيع أن هو يأخذ نفسه، وإنما يأكل ويترك يعني فرجة في معدته، يعني يقوم من على الطعام وهو يعني قليلا جائع. الإنسان لا يأكل 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 حتى والله خلاص أنا يعني في واحد صديقي بيقول مزحة يعني بيهزر بيقول إحنا مش بناكل لحد ما نشبع، إحنا بناكل لحد الأكل ما يخلص. فيعني وتبر لو في أكل قدامنا هو الهدف الجول إن لحد الأكل ما يخلص، فشبعنا مش بعناش مش هي دي المشكلة، المهم إن إحنا ناكل كل الأكل يعني. طبعا ده شيء مش جيد. وبعض الناس كمان يطبخوا أكل كتير جدا وبعدين يقعدوا يأكلوا 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 يقولوا حرام نرميه. طيب يعني حرام نرميه، بس مش حرام تأكله وأنت لا تحتاجه. الإنسان يعني يعمل الطعام بقدر الحاجة ويأكل بقدر الحاجة أيضا، لأنه هذا طبعا الإنسان يحافظ على نفسه ويحافظ على وزنه ويحافظ على صحته. وكلنا طبعا خصوصا في أمريكا لابد أن احنا نأخذ بالنا من الموضوع ده يعني. وهذا ما حث عليه الإسلام وحث عليه القرآن وحثت عليه السنة من سنوات مضت. الإسلام حث على زراعة الأرض وعدم احتجازها يعني بلا فائدة. ففي يعني حديث متفق عليه أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه. يعني عندك أرض ازرعها، يعني الأرض كده بتبقى موجودة بدون شيء لا فائدة منها، سبحان الله هذا شيء منبوذ. ليه؟ لأنه نحن نريد هذه الخضروات وهذه الفواكه وهذه الخيرات من الأرض، نريدها لأنفسنا ولبهائمنا أعزكم الله ولإخواننا وأخواتنا، فلابد أن الإنسان يستغل هذه الثروات. لكن أنك تحبسها ولا تزرعها أو تنتفع منها هذا شيء مذموم. ولذلك النبي قال من كانت له أرض فليزرعها. طيب مش هتعرف تزرعها، ممكن تؤجرها لشخص أو تمنحها إياه، تمنحها أخاك يعني يزرعها ويعني يقوم عليه. ولذلك انخفض الانتاج الزراعي في العالم بنسبة تقريبا 40%، كل عام بينخفض الانتاج الزراعي عن العام الذي قبله، مع أن الحاجة للطعام بتزداد. يعني الحاجة للطعام بتزداد يعني معدل الجوع بيزداد في العالم، لكن أيضا ينخفض الانتاج الزراعي. ولما ينخفض الانتاج الزراعي اللي يحصل الأسعار تزداد أيضا. فسبحان الله كل الأمور، والإنسان لابد أنه يستشعر أنه مسؤول عن كل هذه الأمور. يعني بعض الناس يقولوا طب وأنا يعني عندي مثلا كم دونم ولا كم إيكر ولا شو بيعمل يعني مع العالم. لو كل إنسان صنع يعني ما عنده وما يستطيع لا صلحت الدنيا، والإنسان غير مطالب بأنه يحمل هموم الدنيا على رأسه ويبقى يعني هو المندوب الدائم في الأمم المتحدة والمسؤول عن الأغذية والزراعة في الفاو. لا، الإنسان ليس مسؤول عن ذلك، وإنما الإنسان يعني يتقي الله ما استطاع. فاتقوا الله ما استطعتم. استصلاح الأرض، حتى الأرض لو أنها غير صالحة للزراعة، كثير من الأراضي مثلا صحراء أو جرداء أو يعني غير صالحة للزراعة، فيها مثلا بعض الأشجار أو الغابات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق في خلافته. لما النبي صلى الله عليه وسلم كما تحدثت قبل ذلك مع حضراتكم، لما هاجر من مكة إلى المدينة كانت مكان يعني سبحان الله ليس صحيا في الحياة
الحياة. كان الماء ليس صالح، وكانت في يعني رائحة ليست مستحسنة، والأرض كانت كثيرة ولكن ما كانش في حد بيزرع. فالنبي صلى الله عليه وسلم حث الناس على استصلاح الأرض، وقال لهم إنه اللي يستصلح قطعة من الأرض هي له، هو أحق الناس بها. وبدأ الناس يعني يستصلحون الأراضي ويعمرون في الأرض، وهذا هو معنى الإعمار. الله سبحانه وتعالى خلقنا في الدنيا لكي نعمل الأرض. غرس الأشجار يعني كما ذكرت الحديث، وحديث أيضا آخر: إذا قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليفعل. لو حتى القيامة بتقوم، لو قيامة الساعة وفي يدك فسيلة تستطيع أن أنت تغرسها وتزرعها، اغرسها وازرعها. طب يعني ما إيه اللي هيحصل؟ ما احنا كده كده الدنيا سوف تنتهي. لا، حتى يعني هذا يؤكد على انه حتى ولو كانت هناك لحظة في حياة الانسان المسلم لابد ان يفكر فيها بإيجابية، ويفكر فيها ب يعني شيء من المشاركة مع اخوانه ومع اخواته ومع اهله، ولا يوجد شيء افضل ولا اعظم من صدقة واجر الزراعة واستصلاح الارض. معنا اتصال هاتفي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. اهلا وسهلا، مين معنا؟ ماهر ابو الوليد. اهلا وسهلا ابو الوليد، كيف حالك، كيف اخبارك يا شيخ؟ الحمد لله. اول ما جاني وليد قبل 33 سنة، الله يخلي لك اولاده، الحمد لله رب العالمين، طلعت معي حكمة. قلت وليد انا اليوم اشهد مولدي لامتي في الكون عدل واحكمي. الله 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 حبيبي يا شيخ، الحلاوه دي. احنا لازم نجيبك بقى عندنا في الاستوديو وتطربنا بقصائدك واشعارك. الله يسعدك يا شيخ. انا والله انا بقول لك تاني، اول اعدادي طرد، ولكن ذللت طالبا فعززت مطلوبا بحمد الله وشكر الله. يعني ربنا اعاني على القراءه، قراءه القران والاحاديث، فصار عندنا الحمد لله موسوعه كامله الحمد بفضل لله. الله الحمد لله رب العالمين. الله يبارك فيك. موضوع يا شيخ إذا سمحت لي، هون في ربنا سبحانه وتعالى أكثر من آية في القرآن الكريم وصف لنا الجنة وما في الجنة. يعني هنا أنه سمعنا عن إغراءات كثيرة، مثلا على سبيل المثال يعني ربنا سبحانه وتعالى وعدنا مثلا على سبيل المثال نساء في الدنيا، هناك نساء في حريات في الآخرة. هاي المغريات اللي بتهلك الإنسان، أصلاً الإنسان يهلك في شغل في حبه في الحياة للدنيا. يعني فرأيت الذي اتخذ إلهه هواه، الدنيا والمال، فربنا أوعدنا في الآخرة بحريات. تيجي على الخمر، خمر الدنيا مغري، والناس بتتمتع وبرقصوا شكلاً، يعني شكلاً واضح أنهم متمتعين. ربنا بيوعدك في خمر الآخرة، طعام، طعام الدنيا، طيور الدنيا، بوعدك في طعام خير من زراعة، زرع في الدنيا يوعدك في هذا شيء. يعني مرتبط في الإنسان. أنا عندي كان السؤال إذا سمحت لي وبعجالة بدي أسألك يا شيخ، يعني هذا بس كان التوضيح إنه تصديقا لكلامك شو أهمية الطعام في الحياة، لأنه you are what you eat. في ناس they live to eat وفي ناس they eat to live. في فرق. نعم. السؤال اللي بدي أسأله يا شيخ، وأنا هون بختلف كتير مع شباب كتير، يعني وأنا قلت لك الحمد لله يعني بس اجتهاد. الصورة واضحة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. نعم. أنا بس حب حب معاي، يعني الصورة واضحة. أنا بالنسبة لي يعني الصورة واضحة. ويل مع وعرف أول ما تبدأ ويل للمصلين، طيب ويل اللي هو واد من وادي جهنم. نعم. طيب يا ربنا يا حبيبي بدك تشعوتني عشان أنا بصلي؟ بقول لك لا، ويل لأنهم مصلين. طيب مين منهم يا رب؟ طيب يا رب الذين هم عن صلاتهم ساهون. طيب ما هو جل من لا يسهى. يعني أنا إذا بقطع ونسيت الظهر والعصر برضو بدك تشعوتني؟ طيب ما هو من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. طيب لا، بقول لك مش هذول ساهون. طيب ما هو جل من لا يسهى. أنا طيب بقول لك لا مش هم، بقول لك الذين يراؤون. طيب الذين هم يراؤون
اللي هو رايح جاي وبشوفك بعد الصلاة وبشوفك إن شاء الله بعد الصلاة ويوم الجمعة بعد الصلاة وأنا بس أخلص الصلاة بحكي معك. يعني مبين واضح رايح جاي في المسجد هذا مراء مش اللي بقطع، اللي بقطع ما بيقدر الرأي. طيب وهل هدول بكفوا لك ويمنعون المعون؟ طيب هو ربنا بقول لك المعون اللي هو أي إعانة للعبد لعبد الله هو من المعون هو من الإعانة. يعني ما دام العبد في عون أخيه كان الله في عونه المعون. فهي الاختلاف يا شيخ. إيش يقول لي لأنك تتأخر بالصلاة بقول لهم هذا غلط؟ مش لأنك تتأخر، هذا رأيي واجتهادي وإحنا بدي أترك الأمر إليك. هذه تفسر لنا إياها شو ويل للمصلين الذين عن صلاتهم ساهون. وطول عمرك وخلي لي إياك يا شيخ وبارك الله فيك وخلي لك أولادك والمستمعين. الله يبارك فيك أبو وليد وجزاك الله كل خير، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده المتقين. طبعا سورة المعون، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون المعون. الويل طبعا هي كلمة عذاب وتهديد ووعيد شديد، وقيل إنها واد في جهنم بعيد قعره خبيث طعمه، وقيل إنها واد في جهنم تستغيث جهنم من حره ومن سمومه. طيب هذا الويل لمن؟ للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. طبعا معظم المفسرين إن لم يكن كل المفسرين على أن يعني المصلي الذين هم عن صلاتهم ساهون، معنى ساهون هنا ليس معنى ناسون. في فرق بين يعني الإنسان الذي ينسى الصلاة أو يعني ينام عنها مثلا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. والحديث الآخر رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. الإنسان إذا نسي مثلا في نهار رمضان وأكل أو شرب، حتى لو أكل يعني يعني بقرة كاملة، يعني احنا لسه بنقول الواحد ما يأكلش كتير، بس يعني حتى لو أكل كل الطعام اللي نفسك فيه لكنه ناسيا ذلك، خلاص الله سبحانه وتعالى لا يسأل عليه، حينما يتذكر يعني يستأنف صيامه مرة أخرى. إذن النسيان، نسيان الشيء أو يعني النوم عنه في الإسلام الإنسان ليس مؤاخذ به. طبعا بالنسبة للصلاة الإنسان إذا نام عن الصلاة، طبعا ما هو ممكن الإنسان ينام لكن ربما يضبط بعض يعني المنبه أو يخبر أحدا أن يوقظه، لابد هذا واجب على الإنسان أن يفعل ذلك، مش معناه الواحد نايم والله خلاص ما حدش يصحيه ولا حد يزعجه. طيب أما إيه بقى المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون المعون. الذين هم عن صلاتهم ساهون قالوا هؤلاء الذين يؤخرون الصلوات عن وقتها، عامدين متعمدين مش ناسيين. لا فانت حضرتك انا يعني معاك في الرأي انه الانسان لو نسي الصلاة او اخر ما فيش مشكلة، لكن اذا اخرها عامدا متعمدا، صلى الفجر مثلا بعد شروق الشمس وكان باستطاعته ان يشهد صليها قبل ذلك، صلى الظهر مع العصر والعصر مع المغرب، او بعض الناس بتجمع كل الصلوات في الاخر وتصليها مرة واحدة. والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم في سورة مريم أيضا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. لا شك أنه تأخير الصلاة عن وقتها ذنب، سواء كان هذا هو المقصود من هذه الآية أو ليس هو المقصود. التأخير الصلاة عن وقتها بغير عذر ذنب، وبعض العلماء قالوا ذنب كبير وقالوا من كبيرة من الكبائر، يعني في كلام كثير جدا. الإمام أحمد بن حنبل وكثير من الفقهاء قالوا فيها كلام كثير جدا جدا. والأفضل الأعمال في الإسلام الصلاة على وقتها. والله سبحانه وتعالى يقول في سورة النساء إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فلا يجوز الإنسان أن يؤخرها أو أن يخرجها عن وقتها. طبعا اختلاف حضرتك في تأويل الصورة يعني ما فيش مشكلة، احنا القرآن الكريم حمال وجوه، والإنسان ربما يفهم المعنى بطريقة لا يفهمها الإنسان الآخر بطريقة، ولذلك عندنا كتير من المفسرين يعني. لكن أيضا الإنسان يعني يفهم من معنى الآية إنه يعني إيه صلاتهم ساهون. ساهون لو هو معنى ساهون اللي هو ناسون يعني، يبقى إذن الكلام هنا غير واضح تماما، لأنه ويل الويل يكون لمن نسي. لا طبعا الإنسان بينسى، وربنا سبحانه وتعالى ذكر عن آدم أنه نسي ولم نجد له عزما، وما سمي الإنسان إنسانا إلا لكثرة نسيانه. نسأل الله عز وجل أن لا يؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا
فانصرنا على القوم الكافرين. إخواني وأخواتي في مشارق الأرض ومغربها، أشكركم على حسن المتابعة وعلى لقاء جديد إن شاء الله في الأسبوع القادم في حلقة جديدة من برنامجكم حتى نلتقي. حتى نلتقي لكم مني أطيب الأمنيات، حسن علي ومن الهندسة الإذاعية خالد خلفة ومن جميع العاملين في يا هلا فويس، نشكركم. طيب الله أوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأجمل منك لم ترى قط عين، وأطيب منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء.